المحسن الله يجازيه بخير زودنا بالفرار، عندنا الدقيق وكيديروا حتى هما العيالات كيديروا النوبه على طياب الخبز وكيطيبوا الخبز راسهم، كلشي خدام والحمد لله. اليوم حسن من البارح، حنا دابا تقريبا راه 3 شهور في هذا المخيم ديال دواري مزين، واليوم حسن من البارح وغدا ان شاء الله غيكون حسن من اليوم. اش غادير بنادم دابا كيجلس كيتجمع مع عائله ديالو حتى يتصل واحد الوقيته بالليل كيمشي كينعس، ما كاين لا سخان لا والو لا العوال لا، وما كاين فين تشعل العافيه. هنايا تشعل العافيه راه غدير شي حاجه. الناس مزدروا بزاف، خصهم يتجمعوا في شي حاجه اللي تكون سخونه على حساب البرد وعلى حساب اي حاجه كاينه. ودابا جاوا شي ناس عطونا واحد الفكره باش نخدموها، وهي كتشوفوها.